هو رجال دولة في رجل، هو سرايا لبنان الراسخة، هو وجه القوة الناعمة ويدها، هو الذي كسر حصاره وحاصر محاصريه، هو الصبور على الصبر، هو رفيق الرفيق، هو العنيد بابتسامته، هو القوي بدمعته، هو قلعة صيدا، هو قلعة صيدا ومرفأ الصيادين والبساتين، هو رصيد الوفاء، هو سليل العروبة الديمقراطية، هو الفؤاد الذي هزم الخوف، هو حكومة الاستقلال الثاني الرئيس فؤاد السنيورة. يا أهل الحبايب، يا أبناء لبنان، يا شباب لبنان، كل سنة منتلاقى مع ذكرى شهيدنا الكبير بهالساحة، ساحتكم، ساحة كل اللبنانيين، ساحة الحرية، ساحة الشهادة والشهداء، ساحة الاستقلال. انتوا نازلين اليوم على الساحة لتقولوا الساحة إلنا للأحرار ولتخليد ذكرى الأبطال وذكرى الأحبة اللي انظلموا، لأنه انتوا المخلصين والملتزمين بالعهد وبالوفا، الوفا للبنان، لاستقلال لبنان، الوفا لأبو بهاء، وكرمال أبو بهاء، وكرمال دماته ودمات كل رفقاته الشهداء. انتو وكتار غيركم اهل الوفا لرفيق الحريري، لرفيق الحريري وباسل فليحان، لجبران تويني وبيير جميل، لجورج حاوي وسمير قصير، الوفا لوليد عيد وانطوان غانم، الوفا لوسام عيد وفرانسوا الحج، ولأوافل الشهداء المظلومين من رفقاتهم اللي سبقون وأيضا اللي استشهدوا معهم واللي استشهدوا بعد منهم. أهلا وسهلا بكم بهالوقفة التاريخية بهاليوم الكبير. أهلا بأهل بيروت، بيروت ست الدنيا. بيروت المناضلة والحامية والضامنة لمسيرة الاستقلال والتنوع ضمن الوحدة. بيروت كل بيروت. بيروت اللي بتجسد أسمى صيغة من صيغ العيش المشترك. أهلا بطرابلس، طرابلس الأبية المناضلة. أهل الشمال وعكار والضنية والمنية. أهل الكورة وبشرة وصغرتا. أهلا بأهل الجبل من كل المناطق، من الشوف وكسروان وجبيل والمتن الشمالي والجنوبي وعلي وإقليم الخروب. أهلا بأهل النخوة، بأهل البقاع، البقاع الغربي والأوسط والشمالي وبعلبك. أهلا بأهل النضال والمقاومة والتضحية، بأهل الجنوب وعاصمة الجنوب بصيدا الحبيبة، قصور والنبطية. أهلا وسهلا
بكل اللي معنا اليوم، اللي حاضرين واللي مش حاضرين، بس اللي هن معنا موجودين بالفكر والقلب والتأييد والدعم. نحن هون على ثقة بأن نحن منمثل كل لبنان، المسلمين والمسيحيين، ونحن هون لنقول بدنا نبقى مع بعض مسلمين ومسيحيين موحدين متضامنين. من 5 سنين مثل هاليوم فكروا انه اذا فجروا رفيق الحريري واذا اغتالوا رفيق الحريري بيقدروا يقتلوا لبنان او يعطلوا له روحه ويعطلوا له دور الطليعي والرائد في العالم العربي. لكن انتوا اللي قلتوا لا، لا للقتل، لا للارهاب، وانتوا صنعتوا الوحده، وحده لبنان واستقلاله، وانتم ستصنعون باذن الله سيادته، وستحققون العبور الى الدوله. واننا جميعا بارادتنا واراده الله مستمرون على هذه الدرب. انتوا اللي قلتوا لا لن نعود الى الوراء بعد اليوم، قلتوها اكثر من مره، وكل مره كنتوا تقولوها، قلتوها بالتظاهرات، قلتوها بصناديق الاقتراع، وصرختوا يا سامعين الصوت اسمعوا، لبنان بلد حر ومستقل، لبنان عربي ديمقراطي مقاوم للاحتلال الإسرائيلي، لبنان رائد بالحوار والتنوع، بالانفتاح والاعتدال والتسامح وقبول الآخر. بهاليوم الكبير نحن واقفين سوا لنعود ونحدد موقفنا ومرتكزاتنا التي ما زلنا متمسكين فيها. نحن في لبنان يا أخوان أساس بلدنا هو العيش المشترك المسيحي الإسلامي، ونحن طورنا صيغتنا وميثاقنا الوطني في الطائف واتفقنا على المناصفة، يعني إننا في الطائف ومنذ الطائف وقفنا العد. هيدا مبدأ أساسي لن يكون فيه أي تخل أو تفريط، والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين هي ركيزة عيشنا المشترك. نحن يا أخوان في لبنان اخترنا مع صيغة العيش المشترك، اخترنا أنه نحتكم للنظام الديمقراطي والدولة المدنية، والتزمنا بمبدأ تداول السلطة، ونحن أيضا التزمنا بالعمل على الإصلاح والتطوير معتمدين على الآليات الديمقراطية والسلمية. لا نقبل أن يفرض علينا أحد رأيه بالقوة والإرغام أو عن طريق السلاح. كمان نحن ما بنقبل ولا يمكن أن نفرض على أحد رأينا بالقوة، يعني إنه نحن بنقبل بالتغيير ونريد التطوير والإصلاح عبر الأساليب السلمية والديمقراطية فقط. يا أخوان لن يتخلى جمهور رفيق الحريري عن العيش المشترك الذي قام عليه لبنان، وجمهور رفيق الحريري لن يتخلى عن مبادئ الاعتدال والتسامح والتمسك بالطائف والدستور، وهي المبادئ التي أسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صنعها والعمل على تطبيقها. جمهور رفيق الحريري لن يتخلى ولن يساوم على استقلال البلاد أو على سيادتها أو على أمنها العام والداخلي، وجمهور رفيق الحريري لن يتوقف عن العمل على تطوير نظام لبنان الديمقراطي وتعزيز حرياته، تطبيق دولة القانون فيه.